انا الفجر يقول الله اكبر من هنا وبراءه. المركز يضرب يقلب بقاله اسبوع، ولو جيت افتش من المديريه انا هتسوح. تفتيش ايه بس اللي بتقول عليه ده؟ امال انا هعمل ايه؟ ضغطت عليه اختي عشان اتجوزه بنتها. طب طلعت بالله العظيم ما هيكفيني فيه غير موته. المنين المنقوب ده؟ يا عم كل مشكله وليها حلال. طب ده مش غير حل واحد، اقتله واقتل نفسي. كلبشات مستنياني في مصر يا حماد بيه. تصلك ما تعرفش حاجه. كلبشات؟ لا وعلى ايه؟ نحفر احسن. احفر يا ابني احفر. احفر. بص رجلك اهدى لنا شويه يا ابو رعيبين، ما تلمش علينا العقارب والتعذيب. احنا مش حمل لدغه تاني، كفايه اللي عملوا فينا سخاله. احفر يا عم احفر احفر. استنى ولا حركة، اطلع.
اعمل بيه؟ بركاتك يا شيخ خلف، بركاتك يا شيخ خلف، بركاتك. شوف تاني في الزرنوط. يا احمد بيه، يا احمد بيه. الخلطة مالها صايصة كده؟ همل اللي في يدك هجومي هاتي ربطتين بقدونس. حاضر يا حاجة. مالك يا بنت كمشانة في نفسك كده؟ قومي يلا. حاضر هقوم. اكتم يا بنت منك ليها. يا عم الحاج، يا عم الحاج، شايف عربية برع بيه جاية على هنا. اللي جايبه ده يا حاج؟ ليه عيني اجي بعد كل اللي عمله؟ الناس دي ما بينجريش في عروقهم دم، لا ميه ساقعه. معلش يمكن جاي يستسمحك. اللي يعرف العيب ما يعملوش، لكن دي ناس ما تعرفش العيب. السلام عليكم. السلام عليكم يا عمدتنا. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل. أنا جاي مرسال من الشيخ خلف. خير إن شاء الله. الشيخ خلف مشيع عايش شربات. عايش شربات؟ ليه؟ ما أعرفش. طب تفضل أنت. تعالي هنا يا بنت. نعم يا حاج. عايزك فيه الشيخ خلف؟ والله العظيم ما أعرف يا حاج، والله ما اعرف يا حاج. طب امشي الجار من قدامي، امشي. سيبها تروح له يا حاج. خبطت في راسك يا حاجه؟ البت ممسوسه وربنا شافي، وزي ما خبط على بابنا قبل كده سايق عليك النبي خليها تروح له. الله اكبر، الله اكبر. البلد كلها ركبت العفاريت، لا حول ولا قوه الا بالله. لا طبعا. امال يعني هضحك عليك؟ انا ما شفتش غير حته واحده. لا لا، ناس جديده خالص. ايوه انا هروح لهم دلوقتي. إيه؟ لا انا مش عارف اصل الحاجات دي ازاي. اوكي اوكي. عشرة مليون بس ده اللي عرفت اجيبه. عندك مشتري تاني؟ لا لا لا، ده كده فلة. انا كنت احلم. ادخل تعال. امال فين سيدنا؟ جاي. اقعدي اقعدي. كافها يا عين صاد، كافها يا عين صاد، كافها يا عين صاد. يا علي يا عظيم يا حليم يا عليم، أنت ربي وعلمك حسبي، فنعم الرب ربي ونعم الحسب حسبي. تنصر من تشاء وأنت العزيز الرحيم،
نسألك العصمة في الحركات والسكنات والكلمات والإرادات والخطرات من الشكوك والظنون والأوهام الساترة للقلوب عن مطالعة الغيوب. كافها يا عين صوت. مامي يا مامي، مالك يا ياسمين؟ في ايه يا حبيبتي مالك؟ يا مامي ايه؟ في حد جوه؟ تعالي ما فهم. الصيت دخل حد عليا، انتوا ايه؟ جرالكوا ايه؟ يا بنتي اهدي، انا هفهمك على كل حاجة. تعالي يا حبيبتي على قولي. تعالي يا حبيبتي، تعالي ربنا يهديكي. اهلا 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 يا باشا، شرفتنا. اهلا بيك يا عمرو. عماد بيه القرشي شريكي. اهلا وسهلا يا عماد بيه. اهلا بيك، شرفنا. تفضلوا تفضلوا. تفضل يا عمده. تفضل. تفضل عماد بيه. تفضل. تفضل يا عمرو. تفضل يا باشا. تفضل. ادخلي. احب على يدك يا سيدنا. استغفر الله والنبي، اديني بس فرصه استبارك بيها. هاني بيه منتظر جنابك تحت. وشربات. وشربات منتظر جنابك تحت. اتفضل اتفضل يا بهولنا. اتفضل اتفضل يا سيد الناس. مفيش حاجة تاني كده شفتها جنب دول في الزرنوج نستبارك بيها بس. والله اهلا اهلا يا سيد الناس. اهلا. اتفضل يا سيد الناس. اتفضل يا سيد الناس. اتفضل. جدع الاسم هذا اللي تحت ده جدع طماع حبتين. هو حب يلفلف علي، قلت له لا، مولانا ده متجوز بنته تاني. إذا ظهر حاجة كده قدامك في الزرنوج يبقى فضفض معايا. الناس دول يا جماعة كانوا فعلا مدهشين. أنا قربت أصدق خلاص إن هما فعلا كانوا جايين من الفضاء. والله عندك حق يا أستاذ. الشيخ خلف. اهلا يا مولانا. اتفضل يا سيدنا. اتفضل سيدنا. استغفر الله. اجر ده بقى بعد اللي سمعته من عماد بيه. بجد بجد انت مكشوف عنك الحجاب، ويا ريت يا ريت نشوف الفلوس. اجل اه طبعا نشوف الفلوس بعد الشغل، نتعرف على بعض. اهلا وسهلا. وكمان مهندس، ده فتح كنز لخالك يسوى ملايين. عارفة يعني ايه ملايين يا ياسمين؟ يعني ايه وهبة بيه؟ انتوا مفيش في دماغكم غير الفلوس، مش حاسين بالمصيبة اللي انتوا عملتوها؟ لو مسميها مصيبة يا ياسمين يبقى لازم افهمك كل حاجة. انت يا بنتي مش عارفة انت كنت في انهي حالة، مش عارفة كنت بتعملي ايه في نفسك. اهدي يا ياسمين كده وافهمي. الراجل ده من يوم ما اتجوزك والحمد لله رجعتي احسن من الاول. انتي كنتي عاوزاني اعمل ايه يا بنتي؟ انتي بتعري في لحمك وبتقطعي في هدومك وعايزه تمشي في الشوارع عريانه. والله عايزه تفهميني انك كنت خايفه عليا وبس، على سلامتي وبس. ما كنتيش طمعانه في الكنز اللي فتحه لكم. الدجال ده لازم يطلقني وحالا. انا مش قادره اتصور ان واحد بالبشاعه دي ممكن يشوف لحم.
الدجال ده يتجوزني انا؟ والله لو انطبقت السماء على الارض ما هيحصل. اقعدي اقعدي. اتفضل يا مولانا. استني يا بنت، اوعي تكتفي بيكي. هو فين؟ اطلعي اوضتك، ما تنجلهوش الا بامري. اطلعي. معلش يا سيدنا، والنبي ما تزعل منها، دي لسه عيله صغيره مش فاهمه حاجه. اطلعي. حاضر، حقك علينا. يلا يا بنتي اطلعي. اهدى يا مولانا كده امال. طب المدام مراتك امال مين الهانم؟ خد حاجتك وتوكل على الله. ارجع مطرحك واقعدي لحد ما تاخدي حقك. ليه مولانا اوفر كده؟ انا في حياتي ما شفت مشايخ بالطريقه دي. هما مش بيقولوا كل شيخ له طريقه ولا ايه؟ تشربيها يا باشا. تشكر يا عمده. انا مدرب من واحد زي ده وانتوا واقفين تتفرجوا؟ انا اكيد بحر. لا ده كابوس. اهدي يا ياسمين يا بنتي، حرام عليكي. اخرج بره. وليه يا ماما يخرج بره؟ انت عارف انت لو ما خرجتش من هنا انا هرتكب في الجنايه. لو قربت مني انا هموت نفسي. الحمد لله على السلامة. انت طالب. شاكرين يا عمدة على حسن الضيافة. اهلا، شرفتني. شرفتني. الله يخليك. اشوفك على خير. مع السلامة. مع السلامة. ما تنساش تتصل. طبعا طبعا يا باشا طبعا. سلام. مع السلامة. استنى يا شيخ خلف، استنى الله يخليك، البنت لسه صغيره ومش فاهمه حاجه. ايه؟ في ايه؟ الشيخ خلف طلق ياسمين وعاوز يمشي ويسيبنا يا اخويا. تمشي؟ تمشي كيف يا سيدنا؟ والله ما انت ماشي من هنا. سيبنا عجلها. البنت لسه صغيره ما فهمش حاجه. ده لولاك كان زمانها دلوقتي في البستان. طلقتها كيف بس؟ طيب اسيبكم بقى تحلوا مشاكلكم العائليه. وشوف وشك بخير يا شيخ خلف. عماد بيه خير؟ طاهر فلوسك عشان ربنا يديك خيرها ويزيع عنك شرها. طيب قول لي اعمل ايه واللي انت هتقول عليه انا هنفذه. خد اللي محتاجه والباقي اتكفل بيه تاما. اصرف عليهم رعاهم لحد ما يشد عودهم. حاضر يا شيخ حاضر، وابقى ادعي لنا. أنا ما عايزاش الفلوس دي. أنا جيت عشان أشوفك أنت يا سيد. ربنا يزيدك من عنده. الغنى غنى النفس. تفضل يا كده وصل لك المؤخر والمجد. حسابنا كده اتقفل. اوعي تفوتي فرض، وكل ليلة تقرأ آية الكرسي قبل ما تنام، واوعي تعدي برجليكي مكان نجس.
مش هقول لك تاخد اللي محتاج، لاني مال قارون ما يملاش عينيك. سمعتني يا برعي؟ الأرض كلها تعترف ليه؟ ترفسوه؟ وانتي هاتي دي بنتك، شو بيلك حل معاها؟ لازم ترجع له. وعليه راوت. هو انا كنت تعبانه ازاي يا ماما؟ انت مش فاكره اي حاجه من اللي كانت بتحصل لك يا بنتي؟ فاكره حاجات زي ما تكون كوابيس احلام. والشيخ خلف هو اللي عالجني. ايوه. اتجوزني ليه؟ انت اصلك يا بنتي لما كانت بتجيلك الحاله الله لا يعيدها عليك يا رب كان حالك بيبقى حال. هو اشترط يتجوزك عشان يعالج، بس كان كل همين انك تتعالجي. بعدين ده شرع الله يا بنتي. عشان يعالجني ولا عشان ذهب وفلوس؟ انتي مش عايزه الشيخ خلف يرجع؟ انا هرجع. بجد هترجعي؟ طبعا هرجع. استني يا بنتي استني يا ماما انا جايه معاكي.